يشهد القطاع السياحي انتعاشا غير مسبوق مقارنة مع الأعوام السابقة، وهو يؤكد تعافي القطاع، الأمر الذي يرى مختصون أنه سينعكس إيجابا على تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام وتعزيز إيرادات الخزينة وتوفير فرص عمل. للحديث عن أبرز الأرقام المتعلقة بالسياحة الوافدة وأثر هذا الانتعاش على القطاعات ذات العلاقة بالسياحة، نرحب عبر الهاتف بعضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود خصاونة. صباح الخير سيد محمود، وأهلا بك في أخبار السابعة، لنتحدث عن الأرقام ومقارنتها في الأعوام الفائتة، ويعني هنالك أرقام تتحدث عن نشاط غير مسبوق في الحركة السياحية. صباح الخير أخي معاذ، الله يعطيك العافية. أهلا سيدي، الحمد لله رب العالمين. طبعا الموسم السياحي الحالي مبشر جدا، وخصوصا الربع الأول من العام الحالي حققنا أرقام عالية جدا بسواح من مختلف دول العالم، وحققنا تنوع حتى بالأسواق اللي إجت على الأردن، يعني كسرنا حاجز السياحة التقليدية، نوعنا بالمنتج السياحي، غيرنا حتى خططنا التسويقية. بتعرف جائحة كورونا أنا بقول كانت يعني مفيدة للقطاع السياحي، لأنها خلتنا شوي ندرس وضعيتنا السياحية، كيف كنا وكيف نقدر نطورها، كيف نقدر نعمل منتج سياحي جديد. وهذا مباشرة أثر بعد فترة التعافي، خصوصا في الشهور الأولى بعام 2022، خلانا نعمل خطة جديدة نشتغل عليها على مدى 3 سنوات كوكلاء السياحة والسفر. وبأكد لك أنه اليوم ما شاء الله خلال نصف الأول من عام 2023 أرقامنا وتوقعاتنا تجاوزت نفس الأرقام العام الماضي بنسبة 250 إلى 350%. ما شاء الله، هاي بالنسبة للأرقام والتجاوزات. ولكن اليوم إحنا كمان بنأكد أنه التحديات الموجودة في قطاع السياحة بما يخص موضوع التنافسية كمان على طاولة الحوار بيننا وبين الحكومة، وخصوصا مع وزارة السياحة والآثار. اليوم تعرف انه الاردن اعاد كتابه خارطه السياحه بدول الشرق الاوسط بما يخص مواقعنا السياحيه والتاريخيه. نعم، التنافسيه اليوم عم بتزيد بينه وبين دول الجوار، واحنا قاعدين بنشارك بكل المؤتمرات السياحيه حول العالم، ومنأكد انه برامجنا السياحيه موجوده، مواقعنا السياحيه والتاريخيه على اغبه الاستعداد استقبال السواح. كمان الحكومه ساعدتنا بقرارها الاخير فيما يخص اعفاء الجمارك لأي شركة نقل سياحي تحت التأسيس أو موجودة، يعني هذا كمان أدى إلى توفر باصات جديدة وحديثة بالقطاع السياحي لخدمة السواح الجايين على الأردن. طيب سيد محمود، اليوم أنت تحدثت بأنه هنالك حديث مع الحكومة، أبرز محور اليوم يتم الحديث عنه، ولو هذا يعني من العوائق اللي لو تم إزالتها سيتحسن الوضع أكثر مما هو حاليا؟ احنا اليوم تعرف أخي معاذ السياحة الوافدة الأجنبية للأردن تحديات تتمثل بتوفر، خلينا نحكي، غرف ومنامي للسواح، وخصوصا خلال مواسم الذروة، توفر وسائل نقل ومواصلات، وتوفر أدلة سياحية. هلا الحكومة احنا دائما كوكلاء السياحة والسفر خصوصا بجمعية وكلاء السياحة بنقعد على طاولة الحوار وبندرس كيف بنقدر نحل هاي المشاكل قبل وصولنا لموسم الذروة واكتشاف النقص فيها. فبداية زي ما حكيت لك قبل شوي انه الحكومة اعطت قرار اليوم انه اعفاء جمرك كامل للنقل السياحي. وزارة السياحة والآثار اليوم عم تفتح دورات أدلاء سياحيين بجميع اللغات عشان ترفض القطاع السياحي باللغات النادرة أو حتى باللغات الموجودة أصلاً، وحتى بالغرف الفندقية اليوم فتح باب الاستثمار موجود. نعم، وإحنا دائماً نقول كوكلاء السياحة والسفر إنه فتح باب الاستثمار راح يأثر على منتج السياحي الأردني وراح يستقطب سواح أكثر، لأنه مش بس راح يزيد عدد الغرف الموجودة اللي راح خلينا نحكي توفر منافس السواح، ولكن ايضا سوف يزيد نسبه التنافسيه. طيب سيد محمود، على الاسعار مباشره. سيد محمود، البعض سيتساءل ما الذي اختلف في هذا العام عن ما قبل الاعوام الفائته؟ هل هو الترويج، او يعني بالعاميه بدنا نسال شو هي الخلطه السحريه اللي خلطتوها عشان ترتفع هاي الارقام؟ شيء مبشر، ولكن ايش هي الخلطه يعني؟ والله يا اخي معاذ انا باكد لك كوكيل سياحه وسفر لمس التطور الملحوظ في القطاع السياحي، بأن الخلطة السحرية هي التسويق والتسويق التسويق. اليوم المملكة الأردنية الهاشمية موجودة بكل المؤتمرات العالمية السياحية والتجارية، وهذا راح يأثر على سمعتنا، سمعة السياحة الأمنية الموجودة في الأردن. يعني تعرف اليوم كدولة من دول الشرق الأوسط موجودة، خلينا نحكي، بتمثل نفسها بكل المؤتمرات، الكل راح يسمع عنها وراح يعرف عنها. وناهيك أيضا عن العقود اللي قاعده بتصير مع شركات الطيران مخفض التكاليف اللي اثرت مباشره على استقطاب اعداد سواح للاردن. زمان كان يحكي السائح الاردن غالي، اذا انا بدي اجي بتذكره سفر حاجه 700 او 800 دينار، طب اليوم احنا امنا للسائح
الطيران منخفض التكاليف مع عقود خمسيه، يعني 5 سنوات 6 سنوات. طب هذا اثر على سعر التذكره للاردن. نعم. هذا واحد. اثنين، حتى الخطط التسويقيه الموجوده اليوم، احنا بس كنا نشتغل على الاسواق التقليديه الاوروبيه، اليوم صرنا نوصل لاسواق اعلى من الاسواق هاي، ممثله باسواق اوروبا الشرقيه، اسواق الاسيويه، حتى صرنا نشتغل على الاسواق العربيه لكسر حاجز الموسم. جميل. اليوم احنا بهمنا كوكلاء سياحه وسفر انه ناكد على انه السائح ضروري يقعد في الاردن اقل شيء 8 أو 9 أيام. هذا راح ياثر مباشر زي ما حكيت في بدايه اللقاء على الاقتصاد الاردني، لانه السائح راح يصرف، واذا صرف السائح سائق التاكسي راح يستفيد، والمطعم راح يستفيد، حتى المجتمعات المحليه راح تستفيد. فاليوم احنا القطاع السياحي بياثر بطريقه مباشره وغير مباشره على كل القطاعات التجاريه والاقتصاديه في الاردن. نعم. وهذا سيعكس ايضا ثقافات جديده يكتسبها المجتمع المحلي في محافظات المملكه، ونتمنى ان يتم شمول المواقع السياحيه في المحافظات الاخرى الموجوده في اربد وعجلون وفي ايضا المحافظات الجنوبيه بعيدا عن البتراء ورم والعقبه. يعني سيد محمود، الحديث عن السياحه لا ينتهي، ونتمنى التوفيق لهذا القطاع، لأنه مثل ما أنت ذكرت هذا القطاع ينعش الاقتصاد الأردني ويخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا ويخفض نسب البطالة. بدي أشكرك جزيل الشكر، عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر السيد محمود خصاوني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.